قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. والله يا صاحب البلاء، لو بقيت تدعو الله تبارك وتعالى إلى أن تلقاه لما خسرت ولا دعوة واحدة، كلها مكتوبة، كلها محسوبة، فلماذا تخسر الكثير الذي مضى من أجل القليل الذي بقي؟ ثم من قال لك أنك تدعو فقط لكي تحصل على إجابة الدعاء؟ لا والله. هل تريد فقط إجابة الدعاء؟ لا، أنت تدعو لأسباب كثيرة، واحد منها فقط إجابة الدعاء، وإلا فهناك فوائد كثيرة للدعاء، من زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات ورضا ومحبة فاطر الأرض والسماوات وغيرها كثير. وانتفاعك بهذه الفوائد أكبر بمراحل من انتفاعك بمجرد استجابة الدعاء وحصول ما تريد. قد يؤخر الله الاستجابة قليلا لتجمع أصلا يعني من هذه الفوائد ما يرفع درجتك يوم القيامة إلى منزلة في الجنة ربما ما كنت لتصل إليها لولا أنه سبحانه أخر الإجابة ليطول دعاؤك، وبالتالي تكثر حسناتك وتزيد محبة الله لك. الدعاء، انتبه، الدعاء فيه شيئان: شيء يحبه الله تبارك وتعالى وهو عبادته، دعاء عبادة، وشيء تحبه أنت وهو أن يحصل لك ما تريد.